ظل الفيصل مع يوسف العنبر وهنا الهدف قلت انه استعد على نحو جيد وهو يؤكد ذلك بهدف التعادل. شراء منتخب واعد منتما يؤهله لان يظهر بوجه قوي في مباراه اليوم. كره لعبت بشكل جيد والتسديده على الطائر لم تترك اي حد للحارس ياسر الحواصلي وبالتالي هدف التعادل في الدقائق الاولى من المباراه الدقيقه العاشره تمنح هدف التعادل للمنتخب الاولمبي السعودي.